وخير الكلام وما قل ودل وجماعة. في حفل شاركت فيه كافة الطواقم التعليمية، كرم مجلس شقيب السلام بالتعاون مع قسم التربية والتعليم معلمي البلدة والمتقاعدين منهم في السنوات الأخيرة. أولا أنا بشكر قسم التربية والتعليم ورئيس مجلسنا عامر أبو معمر، وبأهنيهم على المواقف اللي هن بيقدموها طيبة جدا. شكر لكل العطاء تبع المعلمين، كل القائمين أو العاملين في مجال التربية والتعليم، وشكرا على تكريمهم للمعلمين المتقاعدين اللي هم كانوا مثال لنا، اللي مثال اللي يحتذى به. يوم مهم جدا، وأول حدث من نوعه يكون تكريم للمعلمين، في كل معلمين شقيب يتجمعوا في مكان واحد. هذه خطوة رمزية جدا مهمة. المعلمين مبسوطين، الحمد لله كان يوم ناجح جدا، ونشكر الأخ كامل. وأثنى المتحدثون على جمهور المعلمين وعلى جهودهم كل في موقعه، وعلى الدور الذي يلعبه المعلم في نهضة المجتمع وأبنائه، ابتداء من النواة الأولى التي يقع على عاتقها صقل شخصية الطفل في الروضات وحتى الثانويات. صراحة بادرنا ليوم التكريم للمعلم في شقيب السلام في نهاية السنة الدراسية، حتى نبعث رسالة لمعلميننا ومدراء المدارس أنه احنا معهم، احنا بنشجع المعلمين، وبنتأمل أنه كل معلم ياخذ دوره في صنع وبناء شخصية قيادية عن طلابنا من أجل نهوض مجتمعنا وبلدنا شقيب السلام. أهمية هذا التكريم تأتي في كونه اعترافا بمكانة وأهمية المعلم في المجتمع العربي اللي احنا بنعيشه، خاصة في هذه الظروف اللي بتمر علينا من حالات القتل والاعتداء، لأنه المدرسة هي الأساس الذي يربي، ودائما قيل لولا المربي ما عرفت ربي، والتربية تأتي قبل التعليم. وأشار القائمون على مسيرة التعليم إلى النهضة التعليمية في المسيرة التربوية والرؤية المستقبلية من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المدارس، فيما تحدث ممثلو نقابة المعلمين عن وضع المعلمين في البلاد ونضالهم أمام وزارة المالية الإسرائيلية.